أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم انتخاب النائب أحمد الشحومي نائبا لرئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي 16، وجاء انتخاب النائب الشحومي لمنصب نائب الرئيس في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى بدور الانعقاد الأول بعد حصوله على 41 صوتا مقابل 19 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر. نتيجة التصويت الأخ النائب أحمد خليفة شحومي 41، دكتور الأخ النائب الدكتور حسن عبد الله جوهر 19، فبذلك فاز الأخ النائب أحمد شحومي بمركز نائب الرئيس. ألف مبروك للأخ أحمد، ولتفضل على يميني في المنصة. تفضل أخ أحمد شحومي.